إذن مشاهدينا معنا لتحليل هذه الزيارة دكتور مصطفى بدر الخبير الاستراتيجي، أهلا بك معنا دكتور. زيارة تحمل الكثير من المعاني والدلالات، ما قراءتك لها؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا هي زيارة تاريخية يسمو ولي العهد السعودي لمصر، طبعا في ظل الظروف الراهنة في الأحداث اللي بتدور في الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالأخص طبعا بعد جائحة كورونا وأزمة التضخم الكبيرة اللي النهاردة بتمس كل اقتصادات العالم. خلاف الحرب وخلاف للأسف مؤشرات التضخم اللي مؤثرة تأثير كبير، العلاقات الاستراتيجية الخاصة ما بين الدول العربية وما بين بعضها البعض، وخاصة وجود فكر ورؤية خاصة من القيادتين سواء السعودية أو المصرية، ليكون في التجمع العربي بصيغة تليق برأي ورؤية واضحة أمام العالم، خاصة أن في زيارة للرئيس الأمريكي للمنطقة خلال الشهر القادم، ودراسة العديد من الأمور، منها طبعا في وجهة نظري سوق النفط أو سوق البترول العالمي وارتفاعه الكبير جدا، وكيفية تحكم السعودية في السوق لدخولها بوضع استراتيجي جيد جدا. هذا الأمر على جانب آخر، طبعا الدولة المصرية الحمد لله النهاردة بقت المركز الإقليمي في البحر المتوسط بما يسمى المركز الاستراتيجي أو شرق المتوسط. لا. السعودية لها المواقف عدة مع الدولة المصرية، والحمد لله دايما كلها مواقف مشرفة، خاصة بوجود ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد ونهجه الفكري الاستراتيجي الجديد بخلق دولة ذات رؤية تصنيعية واستثمارية بالمملكة العربية السعودية. طبعا هذا الجانب بيكون مطابق للجانب المصري بقيادة الرئيس السيسي بخلق رؤية استراتيجية برضو في توطين الصناعات وصياغة الأمور العدة للشراكة الاستراتيجية ما بين السعودية ومصر، وطبعا بجانب أن يكون مجلس التعاون الخليجي وأيضا الدول العربية كلها النهاردة مكتملة بوجود بعض من الرؤية الاقتصادية. تفضلي. نعم دكتور مصطفى، يعني هذه الزيارة لها العديد من الأوجه سياسيا واقتصاديا وأيضا في مجال الصحة وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، لكن حضرتك منذ قليل ذكرت شق في غاية من الأهمية، ألا وهو صياغة رؤية عربية جديدة متطورة بتطور الأحداث التي فرضت على العالم بأسره جراء طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية وما قبلها طبعا أزمة كورونا وغيرها من التطورات التي تحدث في العالم، مما يستوجب تحديث هذه الرؤية وتطوير العلاقات لمواجهة هذه التحديات، أليس كذلك؟ طبعا خليني أؤكد تاني وأؤكد على كلام حضرتك، إن هو النهاردة إن لم تجد رؤية واضحة لمكونات الوضع العربي سوف يكون للأسف تأثيرنا تأثير كبير جدا نظرا للتدخلات الغربية لا ننكرها، للأسف إن كان جزء من التدخلات دي سبب الوضع الراهن في الوضع الراهن ده في الشرق الأوسط وبالأخص الوطن العربي. ما سميت الربيع العربي وما سمي بالتدخلات، عدم اعتراف أمريكا بالعديد من المنظمات الإرهابية سواء جماعة الإخوان أو سواء الحوثيين أو سواء التدخلات من إيران في الشرق الأوسط وبالأخص الضغط المؤثر على للأسف منطقة الخليج، كل هذه الأمور طبعا خلاف ليبيا الشقيقة، خلاف سوريا، خلاف اليمن، هذه الأمور بتكون لها تأثيرات وأبعاد استراتيجية اقتصادية على المجتمع العربي. علشان كده لازم يكون عندنا توحيد في الفكر، توحيد في الأوضاع الاقتصادية، تغليب رأي المصالح الاستراتيجية، كيف نبني مجتمع عربي يكون له من القدرة على التحكم في عدم التدخل مرات أخرى من القوى الغربية. أعتقد رأي سمو الأمير محمد بن سلمان في التصدي لهذه الأمور كان واضح خلال العامين الماضيين، رأي فخامة الرئيس السيسي كان نفس الحال، ما ننساش دور الشيخ محمد بن زايد من الإمارات، التكتل العربي من البحرين كمان كان له من الصدق
خلاف كمان ما ننساش دور الأردن في القضية الفلسطينية مع مصر وأيضا دور العراق. كل هذه الأدوار النهاردة بتبنى عليها رؤية واضحة لتبني فكرة المجتمع العربي خلال الأعوام القادمة. طيب سريعا وفي نقاط دكتور، كخبير اقتصادي، ما المكاسب المرتقبة في المستقبل القريب نتيجة لهذه الزيارة اقتصاديا؟ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وأيضا سمو العهد محمد بن سلمان، في توجه كبير ضخ استثمارات ب 10 مليار دولار لدخولها للسوق المصرية، ربط ودائع في البنك المركزي المصري سوف يرفع من قيمة الجنيه المصري، زيادة من الشراكات الاستراتيجية في ربط كهربائي، في ربط بحري، في ربط بري ما بيننا وما بين أشقائنا في السعودية. ما ننساش أن احنا النهاردة في توجه من الدولة السعودية وقيادتها لضخ استثمارات من المؤسسات والصناديق السيادية للمشاركة مع الدولة المصرية، سوف يكون عوائدها ونتائجها على المجتمع المصري بزيادة في التشغيل، بزيادة في تحسن قيمة الجنيه المصري. يكفينا ان احنا النهارده يكون عندنا تطابق في الرؤية ما بين القيادتين، سواء الرئيس السيسي اللي لا يعني بيكون بكل جهد في دفع الاقتصاد المصري، وكمان سمو الامير محمد بن سلمان، اعتقد ده كل نجاح ان شاء الله يكون ليه مردود على المجتمع المصري. عظيم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.